اهلا بيكم في مطبخينو، يا رب كلكم تكونوا بخير. عندنا هنا كيلو من الكوسة، هنقطع الاطراف بتاعتها وبعدين هنبشرها بقشرها. طبعا اللي يحب يقشرها يقشرها، بس هي القشر بتاعها مفيد في نفس الوقت، كمان بيستوي مع الكوسة فما بيبقاش جامد ولا حاجة. هنضيف عليها بقى 4 بيضات كوباية من الدقيق أو 140 جرام، طبعا المقادير كلها مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنقلب المكونات مع بعض كويس وبعدين هنضيف عليهم بقية المكونات. هنحط ملح وفلفل أسود ومعلقة من الزعتر، 4 معالق كبار من البقسماط الناعم، معلقة صغيرة من العسل الأبيض، ومعلقة كبيرة من البصل البودرة، ومعاهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي. وهنقلب المكونات مع بعض كويس قوي. اخر حاجه بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر ونقلب كويس قوي. هنجيب بقى صينيه فرن هندهنها بالزيت او هنحط عليها ورق الخبز، وبعدين هنحط 2 معالق كبار لو عايزين نعمل الاقراص بتاعه الكوسه دي بالمقاس اللي احنا شفناه ده، لو عايزينها اصغر ممكن تحطوا معلقه واحده بس. وهنسويها كده كويس قوي، وبعد كده هنحط عليها 2 نقط كده ولا حاجة من الزيت. بعد كده هندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة في الرف اللي في النص لمدة تقريبا من 20 لـ25 دقيقة لغاية لما تتحمر. اول ما تطلع بقى من الفرن مش هنقدمها على طول، هنسيبها ترتاح شوية علشان بتبقى لسه طرية ولزقة في الصينية، فبنسيبها بس ترتاح عشان نقدر نفكها بسهولة وما تتهريش مننا. نعمل بقى صوص ابيض للتقديم، معلقة كبيرة من المايونيز، 2 معالق كبار من الزبادي، معلقة صغيرة من المستردة، معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة صغيرة من زيت الزيتون، ومعاهم ملح وفلفل اسود. هنقلب المكونات مع بعض كويس قوي وبعدين نحطها في التلاجة لغاية وقت التقديم. دي ممكن تتقدم مع اي اكلة، بتبقى جميلة قوي وظريفة. هناخدها بقى ونقدمها وهي دافية، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. انا شخصيا ما كنتش بحب الكوسة، لكن جربت وصفات كتير قوي بالكوسة، منهم الوصفة دي كانوا السبب في اني حبيت الكوسة جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش اللايك الجميل، واللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.